الاهلي يتعادل مع طلائع الجيش بدون اهداف في شوط اول دون المستوى، لم يشهد تقريبا اي خطوره على المرميين، يمكن سواء هجمه لطلائع الجيش انقذها محمد الشناوي وهجمه من خطا لمدافع طلائع الجيش وحارس مرماه ولكن اهدرها بيرسي تاو. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي اراء نشوف اراء محللنا كبار في احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط ضعيف فنيا من الفريقين. كل اللي اتمنيناه قبل الاستوديو قعدنا نتكلم اسلوب اللعب اللي لابد ان انت تهجم وتضغط ويبقى في لعب سريع وتحركات. اول لعبه كانت في الدقيقه 21 او 19 عند محمد هاني لما اتلعبت، والكره اللي رجعت متاخره وخدها بيرستاو ورقص الجول، ما نعرفش ايه اللي حصل بعد كده. ازاي دي ما تبقاش هدف؟ تفرق كتير قوي في ادائك. يمكن بعد الدقيقه 28 لعيبه الاهلي حسوا ان اخطائهم في الملعب بتخلي فرقه طلائع الجيش هي اللي تروح الناحيه الثانيه. زي ما قلت لك انت اللي بتعمل الاخطاء بيدك. اصابه سولية كمان زي ما احنا نوهنا وقلنا اكتر اتنين بيلعبوا في الفرقه سولية والشناوي. الشناوي جاله شد طبعا، نزل حمدي فتحي، وان كان لما نزل حمدي فتحي حرك شويه منطقه نص الملعب وادى مساحه شويه لقفشه ان هو على فترات يلعب كور ان بتوين للاطراف اللي بتطلع زي محمد هاني. وبيرستاو برده بعد الدقيقه 30 ابتدى يتحرك شويه، ابتدى يعمل شويه خطوره، ابتدى يحس بالكره اللي طلعها ضيعها عايز يعوض حاجه زي كده. ولكن تحس ان مفيش النزعه اللي هي فاكر لما كنا بنلعب الرجاء ودخل فينا جون. ايوه مسكنا الكرة وضغطنا ولغاية اما جبنا الجول وكان هو ده الشكل التيشيرت الاحمر ودي شكل التركيز اللي احنا بنطالب بيه كلنا. ايه السبب؟ السبب بقى ما اعرفش، يعني راجع من افريقيا تعبان في حاجة مش عارف اقول لك اكتر من ان لازم حتى حسام حسن، يعني حسام حسن احنا بنتكلم عنه النهاردة ان هو لازم يكون عنده تحركات اكتر من كده، يكون عنده ناحيه هجوميه برضو شايفه بيتحرك على اليمين قوي زي ما العادل ساعات بلاقيه بينزل لتحت الحته اللي هو التارجت بتاعه اللي هو لازم ياخد اللي جاي من هنا وجاي من هنا، مش مبرمج نفسه على القصه دي. نحاول الشوط الثاني باذن الله كل الكلام ده يكون مستر موسيماني داهم فكره شكل الملعب شكله ايه، وبالتوفيق يا رب باذن الله. بس يكون في سرعه في الاداء شويه يعني وما تغلطش، قلنا الميز باص يعني وشوف بعض ما ويبقى في لعب ريسك. ايوه يعني انا مش شايف لعب ريسك خالص ان انا اعمل الكره الطويله، لا بعملها طويله قوي بتروح رايحه لحد محمد بسام يمسكها. فعايزين بس نظبط الاداء شويه ونبان لبعض. اعتقد ان انت الاخطر وانت الاقدر، ان هم برضو انت لما رحت على الجول كنت هتجيب جول كان بالنسبه لهم شيء عادي جدا انك انت اللي هتجيب الجول. لازم نستغل الحاجات دي. طيب كابتن علاء، ايه سبب دخول النادي الاهلي متاخر الشوط الاول في المباراه؟ نص هايم كره القدم فيها كده اساسيات عشان تكسب المباراه لازم دخولك يبقى قوي جدا كويس. تركيزك عالي قوي، اخطائك قليله، ضاع من البدايه بالظبط الثلاث حاجات اللي انا بقولها دي ضاعت منك. دخول بطيء، وهو يعني اخر كلمه كنا بنتكلم فيها بقول لك انا طارق العشر عايز رتم اللي هو صح. تكاد تكون نايم في الملعب. هو الرتم ده بالنسبه له هايل طبعا، انت ساعدته اديت له رتم بطيء بطيء بطيء. الحاجه الثانيه والاخطاء، اخطاء كتير جدا في التمرير في الاستلام في التفكير، مع كل دي ايمن استعدادك الذهني لقبل المباراه مش كويس. ما اصل المباراه مش انا لازم العب فانا لا ما مش كده، كره القدم مش كده خالص. كره القدم انا بركز في المباراه، في الكلام اللي بيقوله المدير الفني وافكر واركز وابدا انفذ، انما نازل ادي مباراه 90 دقيقه وخلاص من غير المباراه دي انت ايه السيناريو اللي انت عامله؟ لا مش كده، ما ينفعش. صحيح محمد بسام النهارده ما كان فيش كوره جات له، لم يختبر حتى الكوره اللي كان بيتكلم عليها كابتن شريف، مش احنا اللي عملناها، ده الراجل رجعها غلط، مدافع اخطا، مدافع اخطا، ما فيش حاجه خالص. يعني الشناوي اختبر اكتر من بسام، الانفراد اللي جه وتعامل معاه الشناوي بامتياز كعاده محمد الشناوي. لكن يعني بسرعه كده ايمن، امبارح اكيد مصر كلها شافت مانشستر وريال مدريد، بيسالوا انشيلوتي بعد الماتش قال لهم اللي اخرني في النتيجه ان انا دخلت الشوط الاول بطيء وبين قوسين كده ناعم
نعم يعني ما عندوش رغبه، ما عندوش حماسه، ما فيش شراسه، هي دي. ده كان ينقصه الشوط الاول، ينقصه حاجتين، دخولك بطيء قوي، لازم رتم يزيد قوي، والحاجه اللي انا دايما بقولها وهفضل اقولها، لازم شراستك تبان وشخصيتك تبان. كل ما الريتم هيبقى سريع، طول ما انت هتلاقي المساحات وهتلاقي الفرص انت بتدور عليها، الريتم هيفضل كده، هتلعب ثلاث ايام مش هيجي اهداف. صحيح. فلازم سرعه شويه في الريتم. صحيح. طب كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول؟ يعني لا، واضح ان احنا ما خرجناش من الاطار اللي احنا اتكلمنا فيه، ان هو بعد كل مباريات، كل مكسب، كل صعود بيحصل في عندك دروب كبير في الفرقه في تاني ماتش. واضح ان لسه ما ده نفسي ولا بدني ولا فني ولا يعني انا لا يعني انا بشوفها ان هي ان هو اعداد كله بقى اعداد يعني ايه ما قبل المباراه يعني اعداد نفسي وفني وتكتيكي وحاجات كده كتير. يعني بحس ان انت خرجت من موضوع فبتريح شويه. يعني خرجت من المكسب فبتريح، بدليل الشوط الاولاني لازم نصحى الشوط الثاني علشان كده هتوصل. لو فاكر احنا خدنا البطولات، انا فاكر البنك الاهلي، ايوه، فرق اقل منك كتير طبعا، عطلتك في 2 بونت وعطلتك في 2 بونت بعد الاثنين مكسب سوبر او كاس عالم للانديه والسوبر. فانا اللي بقوله انه دلوقتي لازم الرجوع بسرعه لذاكره انك انت خلاص دخلت الدوري، انت وصلت قبل نهائي بطوله افريقيا، لكن ما زلت خلاص انت بتحول نفسك بتشتغل على الدوري والفرق الكبيره كده. فارجو انك تستوعب مش محتاجين يدعم مننا بونتين، لازم اللعيبه ينزلوا في الثاني شوط ضاغطين وعاوزين يجيبوا جون ويكسبونا ان شاء الله. طيب الرجوع بسرعه الشوط الثاني يا كابتن بلال ازاي؟ لازم تعرف يا كابتن ايمن ايه انت وحش ليه؟ او ناقصك ايه عشان تقدر ترجع في الماتش من ثاني، او تبقى النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه. اولا اول حاجه الانتشار بتاعنا سيء جدا في الملعب، سيء جدا. كويس. انتشار النادي الاهلي سيء جدا. النهارده بيرسي تاو بيلعب المفروض مكان في محمد هاني. انا ما شفتلوش مثلا غير مره طول المباراه بيستلم في الجناح اليمين. تمام. لو انت مش عايز تعتمد على بلاي ميكر زي قفشه، ممكن على فكره بيرسي تاو يلعب سكند سترايكر رقم 10 وتلعب باثنين جناحين وتلعب من غير صانع العاب. كويس. طالما انت اوريدي اصلا ما بتشتغلش على الحته دي، احنا ما بنشتغلش استحواذ للاسف. صح. احنا كورتنا كلها كور طوليه، يعني ما بتنوعش، مفيش كره ما بتلعبش بالعرض، بتلعب دبل باص، اللعيبه بتنتشر في مساحات صغيره وانتشار بيبقى كامل في الملعب. بيرسي تاو خطورته في القلب فعلا مش على الطرف. بالظبط. انا بشوف ان هو يلعب راس حربه تاني. تمام. لان هو دايما عايز يستلم من جنب من يعني عارف من جنب حسام حسن او تحت راس الحرب، من تحت حسام حسن. يروح مره ناحيه الطرف، يرجع يستلم مره من القلب. فده الستايل، ده مش ستايل وينج. تمام. ممكن لو انت ما بتشتغلش او مش عايز يبقى انت ليك عمليه الاستحواذ طول الماتش، وما بتستغلش اللعيب رقم 10 او الطريقه بتاعتك مش مناسبه رقم 10، ممكن يطلع مجدي قفشه وينزل يلعب برستاو لعيب راس حربه تاني. وتلعب بجناح تاني، ويبقى عندك اثنين راسين حربه جوه الصندوق، واحد بيلعب بدماغه والتاني لعيب متحرك. طيب ما شفناش النادي الاهلي بيضغط من بدايه المباراه، بالعكس احنا شفنا العكس. شوف، واضح ان التصريحات بتاعه طارق العشري هو اشتغل عليها، يعني عايز يضغط على النادي الاهلي بحيث ان هو ما يديش فرصه لعيبه النادي الاهلي تستلم وتستحوذ وتلعب وتعتمد على المهارات. المفترض ان انت تقابله تمام بنفس طريقه اللعب، انا اللي اضغط من قدام، انت تبقى انت زانق او حاطط فرقه راعي الجيش في الحته بتاعه نص الملعب بتاعه. هم ما يعني هم مش الفرقه اللي بتقدر تشتغل يعني باصات صغيره وتطلع بيها، هو عايز يلعب لونج باص ويعتمد على السكند بول. على فكره وناجحين فيها كابتن علاء، وناجحين فيها. هو بيلعب سكند بول على راس الحربه خالد حشاد. صح. تمام. بقى من تحتيه رجب عمران واحمد سمير. هو بيستلم او بيلعب بدماغه، والاثنين بيشتغلوا بيها كويس قوي، وبيقدروا يشتغلوا عليها كويس يا كابتن. انت لازم تضغط عليه. تمام. لازم يبقى عندك اكبر كم من اللعيبه منتشرين بشكل جيد، لان احنا انتشارنا مش جيد النهارده، انتشار النادي الاهلي مش جيد. عشان كده احنا لا سكند بول بنشتغل، ولا عارفين نشتغل على حته اطراف الملعب. صح. ولا حتى المهارات الفرديه. ممكن يبقى في دور لدكه البودرة الشوط الثاني. ممكن يا كابتن، يعني لو هتستمر كده زي ما قلت، انا بشوف ان هو لو بالشكل ده يبقى يطلع مجدي قفشه ويلعب بيرسي تاو راس حربه ثاني، وينزل واحد طرف من الاطراف، ممكن ينزل طاهر محمد طاهر، يبقى هو ناحيه اليمين، بحيث ان الملعب يبقى معدول. انت الملعب كله مال شمال، انت بتستغل فقط هاني في الكرات الطوليه. يعني هاني بيعمل سبرنت 40 50 متر عشان يستلم كوره عرضيه بعكس الملعب. صعب صعب عليه. او تنزل شريف يبقى جنب، او تنزل شريف دي. لا لا لا، بيرسي تاو حسام حسن، ايهما، وتلعب اثنين زي ما انت بتلعب اثنين طرفيه باذن الله. اتمنى التوفيق النادي الاهلي الشوط الثاني باذن الله، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.